السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح فاتورة المشتريات. فاتورة المشتريات عندي زي ما أنت شايف كده من أهم الفواتير اللي أنت لازم تكون عارفها ولازم تكون عندك البيانات بتاعتها. والنهاردة هنشرح إزاي تسجل فاتورة بأزيد من طريقة، طريق الباركود، تمام، طريقة الكاشير، وعندي القوائم المنسدلة، وأزيد من طريقة وسعر الشراء وسعر البيع في النموذج بتاعي. ومميزات طبعا فاتورة المشتريات اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه. فاتورة طبعا انا لازم اسجل هنا رقم الفاتورة اللي جاية من المورد، تمام، وهنا الفاتورة بتتسجل اوتوماتيك، رقم الفاتورة بتاع المحل. هنا كمان عندي فاتورة، اكتب فاتورة المشتريات واكتب طريقة الدفع، طريقة الدفع اللي انا دفعت بيها، تمام. وهنا طبعا ما بتفتحش معايا الصفحه دي، او ما بتفتحش معايا تسجيل الاصناف او تسجيل البيانات اللي انا عاوز ادخلها، الاصناف بتاعتي او المنتجات بتاعتي، الا اذا كتبت ايه، اسم المورد مثلا، اقول له المورد رقم 10، تمام، هيبدا يجيب لي الصوره بتاع ايه المورد. كمان اكتب ايه المسؤول، المسؤول مثلا رقم 5، تمام، طلع لي صوره المسؤول. هنا بيديني عدد السجلات والكميه، وهنا بيديني فاضي كل البيانات. اول طريقة انا اسجل بيها، ممكن اسجل من هنا، اختار الصنف، تمام، واحط الصنف مثلا ايه، هنا احط مثلا عندي 25، تمام، ادي اول طريقة. الطريقة الثانية انا ممكن اكتب الباركود، اقول له مثلا ايه 1002، تمام، هيبدأ يديني ايه البيانات، رياضة مثلا اقول له مثلا 35، تمام، اجي اقول له مثلا هنا تاني اهوت 1003، تمام، هيبدا يجي يقول له مثلا حط لي 45. ادي ايه، ادي كده طريقتين، تمام. الطريقه الثالثه بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل بيها، اقول له اضغط 2 كليك، هيبدا يفتح لي نظام كاشير اهو قدامك. ممكن ابحث بالاسم، او ممكن اضيف عن طريق ايه الاختيار من هنا، مجرد ان انا اضغط عليه هيبدا يضاف لي الصنف بتاعي. طب انا اقول له مثلا 50، تمام، هقول له 50، تمام، واجي اقول له اضغط 2 كليك تاني. ممكن ابحث هنا بالاسم، يعني انا ممكن ابحث بالاسم هنا، اقول له تعال لي في الفاتوره بتاعتي ديت، الفاتوره بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل عليها، تمام، افتحها لي. طب هنا اقول له مثلا ابحث لي مثلا، اقول له مثلا ايه المعاصر، تمام، المعاصر، تمام، هيبدا يجيب لي اي حاجه فيها المعاصر، تمام، اي حاجه فيها المعاصر. انا عندي المعاصر رياضه، المعاصر انجليزي، المعاصر ماس، المعاصر رياضه ايه الصف الاول الثانوي. ممكن اقول له المعاصر رياضه، وضيف لي المعاصر رياضه، واقول له مثلا حط لي هنا ايه 55، تمام. ممكن اقول له تعالى 2 كليك، ابحث هنا بكود الصنف، الصنف مثلا اقول له رقم 15، تمام، هيبدا يجيب لي اهوت الكود رقم 15، اضيفه، بيبدا يضيف معايا، واقول له مثلا ايه هنا ايه حط لي 30، تمام. اضغط 2 كليك، ابحث هنا بالباركود، الباركود 1012، تمام، 1012، تمام، ابحث من هنا واحط ايه الصنف بتاعي اللي انا شغال معاه، واقول له مثلا حط لي 32، تمام. اضغط 2 كليك، ابحث بايه، بسعر الشراء 185 كده. ممكن اقول له تعال لي المعاصر رياضه اولى ثانوي، احطه هنا كده، واحط مثلا ايه 25، تمام، خليك معايا. هنا ممكن اقول له تعال لي هنا كده، اضغط 2 كليك، ابحث بسعر البيع مثلا، اقول له مثلا 195، تمام، هيجي يقول لي 195 المعاصر انجليزي اهو ثالثه ثانوي، تمام، اللي موجود معايا اهوت معاصر انجليزي، وده المعاصر الرياضي، اقول له مثلا ايه 45، تمام. بدات عندي اهوت ازيد من طريقه، تمام. كمان انا ممكن ابحث بايه، باسم المخزن، المخزن الرئيسي ده، اقول له تعالى لي ضيف لي هنا، مجرد ان انا اضغط عليه يجيب لي مثلا ايه الاسم. اضغط 2 كليك تاني، تمام، ابحث بايه بالتصنيف، ادوات تجميل، تمام، اقول ممكن احط لي الشامبو ابيض ده، تمام، اللي عندي اهوت موجود معايا، اقول له مثلا حط لي ايه 25، تمام. هنا هيقول لي ايه، انا لو قررت الصنف عندي هنا، بيقول لي هنا الصنف مقرر، ممكن اعمل اسكيب ارجع عن ايه البيانات بتاعتي. ممكن اضغط ضغطه تاني، تمام، اقول له مثلا حط لي هنا، اقول له بالوحده، اقول له مثلا ايه كرتونه، هنا يقول لي كرتونه اهوت، ممكن احط قطر الندى ثالثه ابتدائي ده، اقول له ايه بكرتونه، اقول له مثلا ايه حط لي 15، تمام، وابدا ايه اشتغل على النموذج. اضغط 2 كليك، ممكن ابحث باسم المصنع، ايه باسم الصنعه، بلد الصنع مثلا مصر، تمام، هيجيب لي كل البيانات اللي موجوده عندي فيها مصر، واقدر ايه احط مثلا هنا
بيت باي بيت مثلا ده، واقول له حط لي منه خيده كام؟ 50 في النموذج بتاعي. خلاص انا كده مليت الفاتوره بتاعتي. تمام، هنا بيقول لي عدد السجلات في الفاتوره، وهنا اجمالي الكميه. تمام، وهنا بيقول لي هنا خلاص اجمالي الصنف عندي اهوت وفي الفاتوره. ممكن اقول له تعال لي من هنا اعمل لي ايه، حط لي خصم 250 جنيه. تمام، واقول له هيدفع مثلا 50000 جنيه. تمام، بيديني ايه او 5000 جنيه، انا ممكن اقول له 50. تمام، اقول له تعال لي كده في النموذج بتاعي كده، اقول له ايه حط لي صفر صفر كمان كده، اداني ايه، اداني النموذج بتاعي اهوت اللي انا هبدا اشتغل عليه، مديني 5000، اقول له حط لي صفر صفر كمان. تمام، واجي اقول له ايه تعال لي حط له كمان صفر، يبدا يديني ايه هنا. لو انا ايه اقول له ديليت اهو ديليت. تمام، اقول له تعالى هنا 500000، لو انا قلت له ديليت اهوت هيقول لي هنا كده ايه 50000. تمام، يبقى المتبقي كام؟ 14000 جنيه. تمام، انا ممكن قبل ما اعمل سيف، تمام، واجي اقول له هنا شو، هنا هيعرض لي الفاتوره بتاعتي اهو. تمام، انا شفت الفاتوره بتاعتي. تمام، اجي ممكن اقول له برنت، اقول له ممكن تعالى ايه صدر لي بي دي اف، صدر لي الفاتوره دي بي دي اف، اقول له حطها لي على الديسك توب مثلا، واقول له حط لي الفاتوره على الديسك توب وكده اتحفظت معايا. ده الرصيد السابق ليه؟ للمورد. لو انا جيت اعمل المورد تاني هيبدا ايه يشتغل معايا بايه؟ بكل سهوله، بكل سهوله. خلاص، يبقى انا كده خلصنا من ايه؟ من طريقه الايه؟ اللي انت تقدر تضيف اي ايه؟ تضيف اي صنف بازيد من طريقه كنظام الكاشير. طب تعالى هنا، انا هنا ممكن انا لو هنا عندي قائمه كمان هنا منسدله، تمام، لو انا ضغطت هنا 2 كليك بيبدا يظهر لي ايه عندي كمان هنا ايه اسماء الموردين والصور بتاعتهم. تمام كده، وكده كمان مديني الاجماليات بتاعتهم، الاجمالي بتاعهم اللي موجود معايا اللي هو رقم 5 مثلا او رقم 10 او رقم 11. مجرد ان انت بتضغط مثلا اضافه مورد هيبدا يضيف معاك ايه مورد جديد بكل سهوله، بكل ايه سهوله. تمام، يبقى انا لو مش عارف هنا بضغط 2 كليك هيفتح معايا هنا كده، ابقى مثلا اقول له إيه؟ عندي مورد، هيجيب لي مورد. تمام، جبت مثلا من عندي رقم التليفون 018، تمام، هيبدا يجيب لي 018، الناس اللي معايا 018 019 هيجيب لي اللي هو 019 016، هيقول لك دول اللي موجودين ب 016. اي جزء من من البيانات المورد هيبدا يجيب لي ايه البيانات بتاعته. ممكن اقول له ايه المحله، تمام، اهو اقول له المحله هيبدا يجيب لي ايه اي بيانات المحله. تمام، اقول له مثلا هنا ايه طنطا، تمام، اي حد في طنطا هيبقى يجيب لي البيانات بتاعته بكل سهوله واقدر اضيفه في النموذج بتاعي. يبقى انا عندي نظام الكاشير كمان، انا عندي اهوت عندي اسماء الموردين اقدر اشتغل بيهم واقدر احط بيانات الايه البيانات بتاعتي في الايه الفاتوره بتاعتي اللي انا شغال بيها. خلاص كده، تعالى بقى للحاجات المهمه بقى اللي انت لازم تكون عارفها في النموذج بتاعك. انا اول ما بفتح هنا استعلام فواتير الشراء بيفتح لي تاريخ اليوم ويديني الفواتير اللي اشتغلت معايا في تاريخ اليوم. دي حاجات من الحاجات المهمه اللي لازم تكون عارفها. تمام، يبقى انا النهارده بفتح فاتوره عندي اهوت، فاتوره موجوده معايا ان انا اقدر اشتغل عليها واقدر اطلع البيانات بتاعتي اللي موجوده معايا كمان اهوت. ممكن ابحث هنا بكود الفاتوره، تمام، ممكن ابحث باسم المحل، ممكن ابحث باسم ايه العميل. طب وممكن ابحث ايه كمان، يعني ممكن واحد يقول لي لا انا خدت منك فاتوره مثلا في خلال مثلا من ايه من 2020، ابحث ما بين تاريخين هيبدا يجيب لي ايه جميع الفواتير كلها. تعالى بقى انا هنا لو انا قافل الفاتوره بتاعتي، تمام، لو انا قافل الفاتوره بتاعتي كده وجيت قلت له مثلا افتح لي اي فاتوره من دي، فتح فاتوره هيبدا يفتح لي فاتوره جديده لو انا عاوز اسجل، لكن الضغط الثانيه ديت بتفتح لي الفاتوره اللي انا محتاجها اهو. اي فاتوره ببدا اشتغل عليها بتطلع لي الفاتوره اللي انا محتاجها، وديت سهوله الاستخدام فين؟ في الاستعلام بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه. كمان انا عندي ممكن افتح اقفل ده خالص كده، اقفل ده خالص مفيش اي مشكله، وافتح المورد، اي مورد انا عايزه. تمام، ببدا افتح النموذج اهو، افتح اول مره بتفتح الايه الموردين وابدا اشتغل عليهم كلهم بكل سهوله. تمام، بيطلع لي البيانات بتاعته. خلاص كده، لا كده لسه ما خلصناش. عندي الاستعلام بتاعي هنا، انا ممكن اعمل استعلام بالفاتوره او ممكن اعمل رقم المحل. تمام، ممكن اعمل بحث ما بين تاريخين تخلي بالك، وممكن هنا لو انا عملت عرض
عرض التقرير هيطلع لي كل الفواتير اللي انا عملتها خلال الفتره، تمام؟ تعالى كده، تعالى. وهنا كمان انا ممكن اقول له عرض المورد، هنا هيديني فاضي. ليه؟ لان انا لازم احط اسم المورد اللي انا عايز استعلم بيه. رقم 10 ده هيبدا يقول لك ايه في خلال الفتره دي انت عملت ايه، فاتورتين اتنين، ويبدا يديني الفواتير بارقامها بالمبلغ المدفوع بكمان ايه باجمالي المتبقي ايه للمشتريات. يبقى انا كده طلعت ايه اسم مورد، تمام. لو انا عايز هنا اطلع باسم ايه، خلاص اسم المورد، طبعت اسم المورد وايه وطبعت اسم المورد كمان. ان انا ممكن هنا اقول له تعالى لي كده عرض المورد، خلاص هيبدا يعرض لي المورد ويبدا يديني البيانات بتاعته اللي انا شغال عليه. طب تعالى هنا الطباعه، هيبدا يطبع لي ايه البيانات كلها. ممكن ابحث باسم المسؤول وابحث بطريقه الدفع فاتوره وممكن اصدر هنا اكسل للبيانات كلها، تمام. يبقى انا ايه جبت ايه فاتوره المشتريات. ده لو انا جبت استعلام الاصناف. ايه استعلام الاصناف؟ دي الفواتير بالاصناف بتاعتي اللي ايه اللي اتعملت عندي بالكامل، تمام. يبقى انا النهارده عملت كام فاتوره، اهوت موجود معايا الاصناف بتاعتي اللي انا اشتغلت عليهم اللي طلعوا ظهروا معايا، تمام. لو انا قلت له هنا عرض التقرير هيعرض لي التقرير اهوت الايه الاصناف اللي انا عملتها النهارده 17. طب لو انا عملت بحث ما بين تاريخين، تعالى كده، لو انا عملت بحث ما بين تاريخين اهو هيبدا يديني كل البيانات بتاعتي اهو. اللي حبيت ابحث باسم الفاتوره برقم الفاتوره، تمام، ابحث برقم الفاتوره مفيش مشكله. حبيت ابحث بايه بكود المحل، ممكن ابحث بايه بكود الصنف، تمام، اهوت كل البيانات، او بكود فاتوره المورد مفيش اي مشكله. ممكن ابحث باسم التصنيف، تمام، او ابحث باسم المخزن اللي انا محتاجه. تعالى بقى هنا حته حلوه بقى نقدر اعملها في النموذج بتاعي. انا هنا ممكن عايز اعمل طباعه المورد في خلال الفتره دي بس. لو انا عملت عرض المورد هيديني صفر هنا كده، لازم اعلم له على اسم المورد، مثلا المورد رقم مثلا 5، واقول له عرض المورد، هيبدا يعرض لي جميع الفواتير جميع الاصناف بتاعت اللي انا اشتغلتها خلال الفتره دي للايه للمورد بتاعي اللي انا اشتغلت عليه. تعالى كده اهو عرض المورد، يبدا يديني عدد السجلات 27، 27 صنف انا خدتهم من عنده، كان اجمالي بتاعهم المبلغ، وادي الكميه اللي موجوده معايا في النموذج بتاعي، تمام. يبقى هنا الكميه 1441، تمام، من واجمالي المبلغ بتاعهم كام؟ ايه 213. ولو انا جيت في اخر الصنف هنا كده هيديني المبلغ بوات والكميه اللي موجوده معايا في النموذج بتاعي، تمام. طب تعالى لو انا حبيت ابحث باسم الصنف، حبيت ابحث باسم مثلا شامبو زي ده، تمام، اداني كام؟ اداني 13 سجل اهوت. ولو انا عملت عرض الصنف هيبدا يعرض لي الصنف بتاعي بالكامل اهوت، ومين اللي خد الصنف، ومين الموردين اللي انا كنت اشتريتهم منهم، تمام، ويقدر يدي لك البيانات بتاعتي. طب تعالى بقى انا هعمل حاجه معينه. انا هنا بيديني الصنف اهو. طب لو انا حبيت اعمل عرض المورد والصنف الاثنين مع بعض، يعني انا جبت اشتريت من المورد ده شامبو ده، اشتريت منه كام؟ اجي اقول له عرض كده، عرض المورد والصنف، تمام، هيبدا يديني كده ايه مفيش حاجه. لو انا قلت له مثلا رقم واحد كده، تمام، او رقم مثلا ايه رقم واحد، تمام، مورد رقم واحد، او مورد مثلا رقم 4، تمام، والشامبو اقول له تعالى، هيبدا يقول لك المورد رقم 4 انا اشتريت منه مرتين، مره في الفاتوره رقم 3 ومره في الفاتوره رقم 49 اللي موجوده معايا، مره الكميه 60 ومره 250، وادي الاجماليات بتاعتهم ممكن اطبعها. يبقى انا عندك استعلام اساسي تقدر تشتغل عليه، تقدر تطلع بيانات مورد وبيانات صنف، ممكن تعمل الصنف والمورد مع بعض وتقدر تطلع بياناتك، وممكن من هنا تطبع التقرير بالكامل او تصدره بي دي اف، تصدر البيانات بتاعتك كلها بي دي اف من هنا وتقدر تطلع البيانات. تعالى كمان ان انت ممكن تطلع اسم الصنف من هنا، او مجرد ان انت بتحط اسم الصنف يبدا يشتغل معاك، اسم الصنف يبدا يشتغل معاك ويقدر يطلع البيانات بتاعتك اللي انت ايه اللي انت عايزها، اي صنف انت محتاجه بيقدر يطلعه، او كمان الفاتوره اللي انت ممكن تطلعها بكل سهوله يقدر يطلعها لك، يقدر يطلعها لك ويقدر ايه يفتح لك النموذج بتاعك اللي انت شغال عليه، كل البيانات بتاعتك تقدر ايه تشتغل عليها وتطلع البيانات بتاعتك اللي انت ايه عملتها مع اي مورد في النموذج بتاعك. يبقى انا النهارده شرحنا وقدرنا نوصل للبيانات بتاعتي بكل سهوله، وقدرت ان انا
اشرح تاني عندي اهوت الفاتوره. لو انا عملت نيو جديد كده تمام، بيقول لي هل ترد الحفظ، بحفظ تمام وابدا افتح فاتوره جديده. لازم قبل ما اكتب اي حاجه لازم اكتب رقم الفاتوره اللي انا جايبها من المورد، وكمان اكتب نوع الفاتوره فاتوره مشتريات تمام، واكتب كمان اسم المورد لو انا مش عارفه ممكن اضغط 2 كليك اقدر اختاره من هنا، او اكتب مثلا 016 اللي هو رقم التليفون بتاعه، احط رقم التليفون خلاص مورد رقم 12 ويبدا معايا. طريقه الدفع بتاعتي مثلا بنك او بريد، مثلا بقول له بريد، وممكن احط هنا اسم المسؤول، بدا يفتح معايا اهوت الفاتوره، اضغط 2 كليك يبدا يضيف لي اي صنف انا محتاجه واضيف البيانات بتاعته اهو، سواء عندي بالاختيار ده تمام، او اضيفه عن طريق القائمه المنسدله بتاعتي دي تمام، واقدر احط البيانات بتاعتي او اضغط من هنا عن طريق الباركود تمام 1012 كده، وابدا احط له البيانات بتاعته تمام، اقول له 26، او اقدر اقول له كمان اضغط لي 2 كليك كده ابحث لي بالاسم هنا كده، ممكن اقول له سلاح تمام، هيبدا يجيب لي سلاح، اقدر احط السلاح ده واحط له مثلا 50 او 50 تمام، او اقدر اقول له تعالى لي كده حط لي اضغط 2 كليك ابحث باسم المخزن بتاعي تمام، واقدر احط الصنف اللي انا عايز احطه تمام، واقدر احط الكميه بتاعتي اللي موجوده معايا. طب لو انا جيت هنا قلت له مثلا اي صنف من الاصناف دي مثلا كده، وجيت هنا عندي الكميه 663، لو انا كتبت له 688 كده تمام، كده في النموذج هيبدا يقول لك كده في كميه كميه عادي تمام، لان انا بشتري مش ببيع، لو انا ببيع هيقول لك طبعا ان كميه البيع اقل من كميه الكميه المتاحه اللي موجوده معايا. ممكن اقول له هنا خليها لي 25 بس، وابدا اشتغل عليها بكل سهوله في النموذج بتاعي. خلاص يبقى انا كده قدرت اعمل فاتوره، وممكن اعمل بحث كده هنا سيف تمام، وكمان عندي هنا في بحث تحديث هنا ممكن ابحث بكود فاتوره المورد تمام، او كود فاتوره المحل ممكن اقول له 25 واعمل انتر تمام، هيجيب لي رقم الفاتوره رقم 5 في النموذج بتاعي اللي انا شغال عليه، واقدر اضيف اي بيانات مجرد ان انا كده فتحت فاتوره المشتريات، وجيت قلت له بحث هنا كده واقول له فاتوره المحل رقم 15 تمام، هيبدا يجيب لي رقم 15. لو بحث كده اقول له مثلا هات لي رقم 12 واعمل بحث، هيبقى هيبدا يجيب لي رقم 12، او ابحث برقم فاتوره المورد من هنا بكل سهوله. وهنا ممكن اعمل هنا عندي عرض شو، بيبدا يعرض لي الفاتوره، وكمان اقدر اعمل برنت او اعملها اصدرها بي دي اف في النموذج بتاعي. يبقى انا كده اقدر اتحرك في البيانات بتاعتي بكل سهوله اللي انا شغال عليها، واقدر ادخل اي بيانات انا محتاجها عن طريق الباركود او عن طريق الصنف او عن طريق عندي القائمه المنسدله، او بحث باسم الصنف او بحث باسم البيانات اللي موجوده معايا في النموذج بتاعي. طبعا بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، لكن لازم تكون عارف كل البيانات اللي احنا ممكن نقدر نشتغل عليها وندخل البيانات بتاعتنا اللي موجوده معانا. بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا لحضراتكم.